لكن الفرصه هذه حسيت اني ممكن اسافر، وبالفعل خططت لاسحاب السفر اللي هو اول سفر سنغافوره الحمد لله. على فكره انا مجرد ما تاهلت للسفره اي شيء حلو من الزوجات لما زوجي يسافر معاكي هذا راح يعمل نقله نوعيه في تفكير زوجك، وخاصه لما يكون هو شخص ما يكون داعمك او مش عاجبه فكره البزنس. فاول سفره تغيير كبير، اول ما رجعنا زوجي كان منبهر لدرجه انه داخل يعني وقت السفره كلامه كان كثير كله يتفرج يقول معقوله، يعني انا اشوف في عيونه هو يقول معقوله يعني في شيء كذا انا بحلم ولا بعلم ولا في شيء، يعني دائما كنت اقول له. لكن لما سافر معاي حس ان الشيء اللي تتكلم عنه حقيقي، زي ما قالت شروق لما تسافرون هنا تبدا ان الاهل الناس اللي حواليكم يعرفون ان الشيء اللي كنتوا تكلمونهم عنه شيء حقيقي. طبعا سافرنا اول سفره كانت سنغافوره، بعدين رحنا المكسيك كانكون، بعدين رحنا جوهانسبرغ جنوب افريقيا، ايضا رحنا اليونان، دبي كانت شهر 4 وشهر 9 كانت برشلونة روما مونتي كارلو. كانت رحلات من أروع الرحلات لله الحمد، يعني شيء كل رحلة فور يعني تهتم بالتفاصيل، الغرف معها مسبح، غرفة معها جاكوزي، منتجعات.